أنواع كتير من الاضطرابات اللي ممكن نكون بمر بيها في حياتنا، سواء كانت صحية أو نفسية، بتكون نتيجة لضغوط يومية بنمر بيها، سواء وإحنا مدركين تماما للضغوط دي أو عجلة الحياة بتاخدنا ونبقى مش عارفين إن إحنا تحت ضغط نفسي كبير مأثر على سلوكنا ومأثر على صحتنا. الحقيقة إنه يعني في أنواع كتير من الاضطرابات يعني متعددة، بدأنا حتى نسمع ونتعرف أكتر ويعني لنا ثقافة أكتر عن المشكلات والأمراض النفسية بسبب إن إحنا بقينا مهتمين وما بقاش فيه الخجل والخوف من الإعلان عنها. حالة الاكتئاب اللي ممكن يمر بيها البعض، عدم الاتزان السلوكي، ده زي ما قلنا له أشكال كتير، واحدة منهم اضطرابات الطعام أو الأكل العاطفي. ده نوع خطير جدا من الاضطرابات، بيأثر بشكل سلبي على صحتنا، على مشاعرنا، كمان على قدرتنا ان احنا نمارس حياتنا بشكل طبيعي. نعرف اكتر ايه هو الاكل العاطفي، ايه اسبابه، ازاي ممكن نتجنبها، مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو النهارده دكتور هبه عيسوي، استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. اول مره اسمع عن الاكل العاطفي ده. انا اعرف العاطفه دي حاجه تانيه خالص، انما الاكل بقى عاطفي. حضرتك تقولي لنا ايه هو الاكل العاطفي؟ هو الاكل العاطفي ده تشخيص من تشخيصات اضطرابات الاكل النفسي. التشخيص ده بقى واضح كده وظاهر من 2013 لما طلع التقسيم الامريكي لاضطرابات الاكل النفسي، فبدا يطلع اول مره تشخيص اسمه الاكل العاطفي. ايه بقى الدلالات بتاعته؟ ان الشخص يبقى يجي له فجاه كده احساس ان انا لازم اقوم اكل دلوقتي. ساعات الواحد يقول يبقى انا جعان، لكن في الدقيقه دي الشخص ما بيبقاش عارف يفرق انا جعان ولا انا عندي المقوله بتاعت حرمان عاطفي، عندي خلل عاطفي في مشاعري. فبقى اقوم اكل، الاكل يبقى افضل اكل واكل كتير واكل بسرعه واكل حاجات دسمه جدا اللي هي السكريات المعقده. مفروض ان الواحد اما ياكل يشبع يبطل اكل. هنا العكس تمام، انا اعدي السيت بوينت بتاعه الشبع واعديها اكتر من كده لغايه ما احس ان انا مش عارف اتنفس. يعني اكلت لدرجه ان نفس مش طالع. ناس كتيره بتقول لك انا بقوم، يعني كنت باكل وانا قاعد فلازم اقوم احس ان الهواء يمشي اكتر من كده. ده زي ما بنقول اتفجعت مش اكلت، مش كده؟ بالظبط كده. هو بس ده بيجي في اوقات معينه. احنا في ناس كتيره بتيجي الاكل العاطفي ده بالليل، وده اللي اسمه النايت ايتي اللي هو الاكل الليلي. يعني ده برضو نمط من الانماط اللي هو برضو يبقى متعشي كويس وواكل وشبعان ونام ومرتاح وكل حاجه، بعديها من ساعتين لثلاثه يبتدي يقوم يفتح الثلاجه ياكل اي حاجه، ساندويتش على حته فاكهه على كام واحده عنب على اكل كتير كده. هنا السؤال وبنساله، انت فاكر ان اكلت ولا مش فاكر؟ مهم الحته دي. فاكر كويس جدا طبع. انا اكلت الساندويتش بتاع اخويا الصغير او اكلت الغدا بتاع تاني يوم، انا اكلت يعني. وبعدين يدخل ينام. المشكله هنا ان الشخص ده بيجي له سمنه، وكل يوم يبتدي يقول لنفسه ايه، انا مش هاكل الاكل ده، انا مش هاكل زي ما حضرتك قلتي كده الفجع ده. لكن هنا يجي بقى المعضله النفسيه، ما يقدرش يوقف. صح، ما يقدرش يوقف ويتكرر المشكله كل شويه. بس يا دكتور إيه بس احنا شفنا في الافلام، اسفه يا استاذ، انه دايما في الافلام بنشوف دي بتيجي للستات كتير، انها لما تكون بتمر بازمه عاطفيه مثلا حكايه انها تقوم تجيب جردة الايس كريم قد كده مثلا وتقعد تاكل بمعلقه كبيره دهي. وهي بتبقى مدركه وعارفه لانه حاسه انه الحلويات دي بتديها نوع من السعاده او الطمانينه دهي. بس دي مرتبطه بمرحله انا عارفه ان انا بمر بفتره نفسيه سيئه. فكره ان انا اقوم اكل بالليل بنهم شديد وبسرعه وحاجات متنوعه، او ان انا حتى انسى ان انا اكلت، ده انا دخلت في حاجه خطيره بقى تانية. انا ما نسيتش ولا حاجه. انا فاكره كويس كل حاجه. انا فاكره ان انا بعد ساعتين لثلاثه قمت ورحت الثلاجه وبصيت شوف الرف ده فيه ايه خدت منه والرف الثاني خدت منه وكشفت حله وكلت مش عارفه ايه بمعلقه او بايدي، يعني كل الذاكره دي موجوده. انت قلتي حاجه هايله جدا شيرين، ان الناس كتيره في ضغوط نفسيه، بس مش الضغوط بس الحقيقه،
يعني ودي النقطة اللي احنا عاوزين نوسع فيها التعريف. يعني مش لازم بس الشخص بيبقى بيعاني بمشكلة او داخل انترفيو او عنده مشكلة مالية او عنده مش عارف ياخد قرار، دي مشاكل معروفة. لكن خلينا نقول كمان في مشاكل مش معروفة، يعني مثلا ودي بنشوفها كتير جدا، السيدات اللي في البيوت اللي بتتعرض لقهر من الزوج، قهر او اهانة او عنف اسري، اكتر ناس نسبه بيجي لهم الاكل العاطفي ده. وتقول لك انا مش عارفه باكل ليه، بس بص يا دكتور بحط همي في الاكل لسه بالظبط. او في حاجتين بقى هنا غير بحط همي هنزود عليهم ايه، يا دكتوره سيبيني انا بتسلى بالليل وكان الاكل بقى تسليه. دي اول خطا، معلش ضروره، لا مش ضروره. وبقى هي الشخص خلاها ضروره ملحه، بس هو مش ضروره. النقطه الثانيه اللي هو يقول لك ايه، سيبيني اكافئ نفسي. ايوه أوكي. سيبيني اكافئ نفسي. وهنا دول المداخل، سواء الضغوط زي ما قلنا او ان هو تسليه، فانا حاسس بملل. فطول اليوم انا حاسس بملل، يجي لي بالليل بقى عاوز ابتعد عن الملل ده او اجدد حياتي، فابتدي الجا الى الاكل او ان انا اكافئ نفسي. انت حتى الساعة اللي بقعد فيها ابتدي بقى اكل من مكسرات، يقول لك اصل المكسرات دي مفيدة مفيدة بس مش نص كيلو، مش مفيدة نص كيلو. كيكة حلوة، انا اخدت نص الكيكة، نص الكيكة يعني ممكن ادوق كيكة بس مش نص الكيكة. جد الايس كريم ده مشهور جدا جدا. الكمان اللي مشهور جدا جدا ان انا اعمل توست براون. توست براون أيوة. بس بقى مش توست واحد بقى، ثلاثة بالظبط، خمسة ستة ده براون، ده براون. بس طبعا الكترة خطيرة لغاية. طب عايزة أقول لك على حالة، يعني طب هفترض إن أنا ما عنديش ملل في حياتي، بالعكس حياتي مشحونة تمام مثلا، وبعدين نمت بالليل وقمت قلت لا أنا وده بيحصل على مدى 30 40 سنة كويس، وبيحصل بقى التخن والكلام ده اللي حضرتك بتعرفيه. لكن لما تحصل أزمة نفسية اتوقف عن الاكل، يعني انا عكس تماما اللي حضرتك قلتيه. هل ده برضو اكل عاطفي؟ يعني او امتناع عاطفي بقى امتناع يعني بصي هقول لحضرتك العكس تماما. انا مع حضرتك. وده لساعات بيخلي الصوره عند ناس كتيره مش واضحه. اللي هو ايه، زي مثلا مرض الاكتئاب، هو مش هيكفي مرض الاكتئاب ناس تاكل كتير جدا جدا ونفس المرض برضو يخلي الناس تمتنع تماما عن الاكل؟ فهنا ده اللي بيخلي شويه الصوره بازلينج، مش واضحه. لكن في كل الاحوال لازم نسال الاربع اسئله دول. انت بتاكل امتى؟ وبتاكل فين؟ وبتاكل ليه؟ وبتاكل قد ايه؟ دول اربع اسئله لازم نحطهم في الوعي بتاعنا علشان خاطر ما ندخلش، او على الاقل نبقى نتعرف على هل انا عندي المشكله دي ولا ما عنديش. اقول لحضرتك حاجه، احنا بيجي لنا حالات كتيره جدا محولين من عيادات التجميل، اللي هم دكتور الجراح اللي بيعمل تكميم ويشيل الزياده بالظبط علشان خاطر العينه تبقى رشيقه كويس ورشيقه وكل حاجه. والحقيقه يبقى او تنزل 20 كيلو 25 كيلو 30 كيلو في اول شهرين وثلاثه، وبعدين يفاجئ الدكتور المتخصص يقول لك دي بتتخن زي الاول، ده على اخر السنه رجعت زي وزنها قبل العمليه. فهنا نبتدي نقول ايه، الله، تبتدي حولها لنا بقى. يقول لك انا بقول لها ما تاكليش اكل دسم او ما تاكليش اكل سوليد، بقت تضرب النوتيلا باللبابه العيش في الخلاط وتاكلها بالمعلقه. هنا ما بقاش مشكله، ما بقتش مشكله عضويه، هنا هيجي علامه الاستفهام اللي هي بتاعت الاكل العاطفي. انا ما فحصتش العيانه قبل العمليه، هل هي بتعاني السمنه دي نتيجه سبب عضوي ولا سبب نفسي اللي احنا بنتكلم عليه النهارده او الاكل العاطفي؟ لو السبب سبب نفسي لن يتاتى ان العيانه هتخس على مدى طويل، يعني هترجع تاني ميكانيكالي هتخس، لكن هترجع تاني على اخر السنه ترد بالظبط كده للوزن الزياده. ليه؟ لان المشكله السمنه هنا منشاها نفسي. انت عارفه حضرتك ان 8% من المرضى اللي هم عندهم سمنه، 8% منهم عندهم اضطراب الاكل العاطفي.
طب يعني 8% دول لو مش قليل للحقيقه طبعاً. من السمنه و 2% من الجنرال بوبليشن من الناس العاديين عندهم الاكل العاطفي، وده برضو مش نسبه قليله، يعني دي نسبه كبيره، وانا يعني كل الابحاث بتقول ان النسبه دي في التزايد في التزايد في التزايد، ما كانتش كده من 10 سنين. ففكره الاكل العاطفي ده مرض من الامراض النفسيه، ولازم عشان نعالجه لازم ناخد كذا مجال. طبعا النيوتريشن كونسلنج او الارشاد الغذائي، فيقول لك يعني غذائي ليه، ما هو ده نفسي نفسي. لا، ما هو موضوع مركب. يعني مثلا اما تيجي حد من الناس اللي عندها سمنه ويبتدي يروح لمتخصص في الاكل ويبتدي يقول له ايه، امتنع عن كذا وامتنع عن كذا وامتنع عن كذا، امتنع. الامتناع ده يعني بكل الابحاث بتاكد دلوقتي ان الامتناع والدايت القاسي جدا سبب من اسباب الاكل العاطفي الممنوع مرغوب. آه طبعا. لا، انت بتحطي على نفسك ضغط بريشر. في نقطه تانية كمان، الجسم لازم ياخد كل حاجه، العناصر ومفيش حاجه اسمها في كونسبت كده يقول لك ايه الاكل الحلو والوحش. مفيش اكل وحش، احنا طريقتنا هي اللي مش مظبوطه. يعني مفيش حاجه اللي هو جود فود وباد فود، في فير فود، في الناس اللي بتخاف من اكل معين. لكن الاكل الحلو والوحش، انا حتى لو قعدت اكل في الاكل الصحي الناس بتقول عليه صحي ده كتير قوي، ده بقى اضطراب برضه. يعني اضطراب اللي هو لا يمكن احط في بقي معلقه ايس كريم، لا يمكن احط في بقي شوكولاته كيك ممنوع، ده ممنوع، ده ممنوع، ده برضه الأرثوريكسيا دي، ده برضو من الاضطرابات دلوقتي، اسمها من ضمن الاضطرابات الاكل المضطرب. هلا امال احنا نعمل ايه يعني؟ نتوازن يا مدام سنة، نتوازن ازاي يعني؟ التوازن في كل حاجه. مبدئيا احنا عاوزين نحط الاكل بتاعنا تحت ارادتنا. انت عارفه حضرتك لما تيجي تطلبي ديليفري هتلاقي نفسك كده، راجعوا كده معايا، هتلاقي بتطلبي نفس الاكل، يعني اللي هو ايه ميكانيكال، هكلم بتاع فلاني هجيب نفس الاكل، هاكل نفس الميل. هعمل عايزه مكرونه سباجيتي وانت بتعمليها طول النهار في البيت بالظبط كده، يعني متكرر. ده بيقول لنا ان 70% من قرار الاكل تحت اللاوعي بتاعنا، مش في الوعي. نسبه كبيره جدا. يعني احنا بس اللي كلنا متخيلين ان انا متحكمه في اكلي، انا اسفه جدا، احنا متحكمين في 30% بس، ال70% جوه عندنا ومتكون من زمان، من ايام الطفوله والمراهقه والكلام ده كله. ده مهم جدا جدا. اكيد يعني اولاد حضرتك واحفادك لما كانوا صغيرين كنت تقولي لهم ايه، اما تعمل حاجه حلوه هكافئك بايه، شوكولاته او اجيب لك بيتزا او مش عارف. فبدات المكافاه تتولد عندنا عند الاطفال، ان المكافاه بالايه، بالاكل. وده كل ده التربية اللي هي مش سليمة. عشان كده بعد كده نشوف سمنة في الأطفال كتير جدا دلوقتي. سمنة في الأطفال بدأت تبقى مشكلة في مصر وفي أمريكا وفي بلاد العربية، يعني سمنة الأطفال بقت عليها علامات استفهام كتير. هل الستات بتتعرض لمشاكل الأكل العاطفي ده أكتر من الرجالة ولا إيه؟ يعني نادر لما بلاقي راجل يقول انا قمت بالليل كلت، لكن في ستات كتير حواليا. نهار ابيض، لا كتير جدا والله. طبعا كتير جدا، يمكن انا عشان عايشه مع واحد ما بياكلش بالليل مش دريانه، لكن بشكل عام ستات كتير قوي بتقوم تاكل بالليل، والرجاله كمان بيقوموا كتير جدا جدا ياكلوا بالليل. يعني ده بياكل بالليل وده بياكل بالليل، لان يمكن الستات بتبقى اكتر قبل البيريد، قبل الدوره الشهريه، لان في هرمونات بقى هنا بتعمل يعني كريفينج او اشتياق شديد جدا للحلويات والسكريات. هنا احنا ما فيش مانع ان احنا نصالح جسمنا، يعني يعني نصالحها، يعني ما يبقاش فيه خصومه ما بين لا انا لو كلت حته شوكولاته يبقى انا اانب في نفسي واجلد ذاتي. التقبل يعني ما يجراش حاجه، انا ما اكلتش بلوك شوكولاته قد كده، انا اكلت بار او اكلت يعني حاجه خفيفه. فمهم قوي ان احنا يعني نفهم احنا بناكل ايه، بناكل امتى. طبعا الاكل قدام التلفزيون ده كارثه، او قدام السكرين كمبيوتر. الشباب الصغيرين بيعملوا كده، يحطوا الفيلم او المسلسل ويقعدوا ياكلوا قدام ده ما هوش عارف كل قد ايه.
وبيفضل ياكل يكتشف ان انا مش قادره اتنفس خلاص يعني يكتشف. طب دكتوره حضرتك قلت لنا احنا بنتحكم في 30% بس من قراراتنا فيما يتعلق بالاكل. نعم. اوصل ازاي لنسبه اعلى اتعامل ازاي مع ال 70% في نصايح كده؟ احنا داخلين على الصيف ولمات وخروجات واكل اكل بس. احنا يعني الاكل يعني ايه ده مهم قوي في حياتي. ده متعه. ده متعة وفرحة وسعادة وحاجات سعادة. وفي نوع على فكرة بلاجر. أيوة ايتنج. ده نوع. ده نوع. واحنا بقى طبعا. عندنا في مصر بقى هنا عالي الحقيقة النوع ده. طيب احنا قلنا اول حاجة ان احنا عاوزين نعمل حاجة اسمها مايندفول ايتنج. يعني خلي عندنا وعي الاكل. وعي الاكل مهم ان احنا كل يوم احنا ده نوع من التدريب الذاتي. اوكي. احنا كل يوم هنسأل انا رايح اكل دلوقتي انا هاكل ايه وهاكل امتى وهاكل ايه قد ايه وهاكل فين المكان اللي انا هقعد اكل فيه. أوكي. الاكل ليه اماكنه وهاكل مع مين وهاكل ومزاجي ايه قبل الاكل وبعد الاكل. أوكي. زي ما كانت مدام سناء بتقول الواحد متضايق هيروح ياكل. طب انا لو متضايق العب رياضه، لو انا متضايق اتفرج على حاجه كوميدي، لو انا متضايق اكلم صديق او صديقه. يعني ابتدي اعمل ديفيشن شويه. ان انا تغيير مسار بالظبط كده. ما طلعش اللي هو الاستراتيجيات التعامل مع الضغوط بشكل كده. ما كافئش واعاقب نفسي بالظبط كده. شكرا للدكتوره هبه عيسوي استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس، شكرا على هذه المعلومات اللي بنعرف عنها لاول مره. الاكل الطعام العاطفي، خلوا بالكم ده خطر جدا جدا جدا.